جون 2018، وما زلنا معكم في بيبر 2. سؤال هنا عن ما يسمى بالبوتنشال ديفايدر او البوتنشوميتر. Diagram shows a voltmeter, two voltmeters P and Q connected to a potential divider. The sliding contact X is moved towards the top of the diagram. يعني بصوا sliding contact دي شالوا من هنا اهو، حطوا هنا اهو مثلا في الحته دي. فعايز بيقول لي ايه اللي هيحصل لفولتميتر P وايه اللي هيحصل لفولتميتر Q. تمام؟ طيب فانت لازم عشان تفهم الكلام ده انت تكون فاهم ايه هو البوتنشال ديفايدر اصلا. بصوا يا جماعه ده عباره عن فاريبل ريزيستور بيتوصل بطريقه ما. تمام؟ يعني من الاخر يا جماعه دي كده ده كويل، دي لفات، لفات كتير كده. فاريبل ريزيستور يا جماعه ريوستات، وده السلايدر بتاعه اهو، لفات 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 لفات. طيب القضيه يا محترمين، عفوا، ان الفولتميتر يا جماعه بيقرا فولتج اللفات الشويه دول. تمام؟ من هنا اهو، من البدايه هنا اهو لحد هنا اهو، والفولتميتر ده بيقرا فولتج اللفات دي بس. فتعالوا ناخد مثال. تخيل لو البطاريه دي 4 فولت، الفولتميتر اللي فوق يا جماعه هيقرا فولتج الشويه دول. وما تنساش قلت لك دي ايه؟ دي تيرنينجز، دي لفات، دي كويل، ده سلك معايا، وكله على بعضه، كله على بعضه كمان هنا، ده كله سلك. والفولتميتر ده اللي تحت يا جماعه هيقرا مين؟ هيقرا للشويه دول. تمام؟ طيب فبالتالي لو حبينا نوزع الموضوع مظبوط، هتلاقي ان الفولتميتر اللي فوق قرا 2 فولت واللي تحت قرا 2 فولت، عشان مجموعهم يبقى 4 فولت. اتمنى انك تكون فهمتي يعني ايه بقى ليه تسمى بوتنشال ديفايدر. تعالوا يا جماعه طب نحرك ده هنا شويه، نحرك السلايدر نشيله من اهو، تعالوا جبناه هنا. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ اللي هيحصل يا جماعه ان الفولتميتر ده دلوقتي هيقرا للشويه دول بس، للكام لفه دول بس. تمام؟ والفولتميتر ده هيقرا للكام لفه بقى؟ القطار اللي تحت، القطار اللي تحت دول. فهنلاقي طبعا قرايه الفولتميتر اللي هو فوق، اللي هو يعني طبعا ما فيش فولتميتر اخضر، بس احنا بن ايه بنلونه عشان ايه يبان. ده هيقرا مثلا 1 فولت، وده هيقرا 3 فولت، باعتبار ان المسافه دي يا جماعه الربع، والمسافه دي الثلاث ارباع. اذا ريشيو المسافه يا جماعه هو نفس ريشيو ايه؟ الفولتج. طب تعالى مثال كمان يلا. كده بقى يا جماعه الفولتميتر ده قاريها كلها، والفولتميتر ده كده مش قاري اي حاجه خالص. عشان كده يا جماعه ده هيكون قرايته صفر، وده قرايته 4. نرجع تاني، الاولاني اللي فوق 1 فولت، اللي تحت 3 فولت. نرجع تاني كده، ها 2 فولت و2 فولت. نرجع تاني كده، قلنا يا جماعه ده هيبقى قاري للشويه دول كده، الكتار دول، وده هيبقى قاري للشويه دول. خلينا نقول المسافه هنا 3 ارباع وربع، يبقى هتبقى ال دي 3 فولت، ودي 4، ودي 1 فولت، وهكذا. دي فكره البوتنشوميتر. اذا واضح يا جماعه ان الاثنين فولت ميترز دول بيتقاسموا ديفايد مع بعض ال 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 او بيشير طبعا ال الفولتج بتاع التوتال بتاع البطاريه. عشان كده يا جماعه سموها بوتنشال ديفايدر، او طبعا اسمها بوتنشوميتر. اذا يا جماعه بيقول لي لو انا حركت ده لفوق كده اهو، واضح يا جماعه ان نصيب الفولتميتر بي هتقل، بينما نصيب الفولتميتر كيو هيزيد زي ما انتم شايفين اهو، اهو نصيبه اكتر. تمام؟ يبقى الاجابه ببساطه هتكون ان الريدنج على بي هتقل، لان العدد اللفات اللي معاه قلت، والكيو هتزيد لان عدد اللفات اللي معاه زادت. دي اجابه هذا السؤال.